عمل شغل كبير جدا مع عصام الحضري عشان يعود بنفس قوته اللي كانت موجوده قبل كده. كابتن فكري مساء الخير على حضرتك. مساء الخير كابتن محمد فاروق، شرف عظيم تحياتي اكون مع حضرتك والقناه الجميله الحبيبه الى قلبي. تحياتي ليك يا كابتن، واكيد انا متابع حضرتك في جزئيه المحاضرات اللي انت بتلقيها دايما لمدربين حراس المرمى في مصر، واكيد شيء مميز لخبراتك الكبيره لازم طبعا كله ياخد ويستفاد منها بشكل كبير. كلامك على منتخب مصر وتجربتين الوديتين سواء بقى امام البرتغال او اليونان، تقييمك لحراس المرمى في التجربتين دول يا كابتن؟ والله يا كابتن هو طبعا لازم النقطة الأولانية قبل ما نقول التقييم، إن هو طبعا كان في وقت من الأوقات الجهاز الفني عنده ثلاثة قوام المنتخب: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، عصام الحضري. حصلت ظروف ومحمد الشناوي بدأ يلعب، أحمد الشناوي فيه برضه ظروف فظهر عواد، فكان لازم الاثنين ينضموا عشان يبقى في خمس حراس مرمى موجودين. فالنقطه الاولانيه انا وانا مسافر اختار ثلاثه من ثلاثه ولا اختار ثلاثه من خمسه؟ فطبعا الاحسن ان انا اختار ثلاثه من خمسه، لان في شهرين ونص ممكن الظروف تتغير فيها. تمام معايا يا كابتن؟ انا سامعك كابتن، اتفضل اتفضل قول رايك. نمره اثنين، لما نيجي على الاداء، محمد الشناوي خد الكره الاولى. انا بعتبر ان ان المباراه اداها بامتياز، وما اقول درجه امتياز عدا الجون الاول، يعني عدا يعني لغايه الدقيقه 90 انا مديله العلامه الكامله، لاني اولا العلامه الكامله دي ما حد يديها او انا اقول عليها يبقى الراجل كان هادي الاعصاب، كان عنده ثبات انفعالي، كان عنده بدايه هجمات بطريقه جميله جدا، كان عنده قادر انه يقطع جميع الكور العرضيه باقتدار، جميع المواقف اللي اتشاطت عليه قدر يتعامل معاها باداء جيد جدا، حتى الكوره الصاروخيه اللي اتشاطت بني طاهر وخدها على مرحلتين صحيح اللي هي طلعت فوق وكانت محتاجه رد فعل جامد جدا. فعايز اقول ان الاداء بتاعه رغم ان دي اول مباراه دوليه في فتره كبيره، انما حسسنا ان هو ما عندوش الحته دي، ما عندوش الرهبه دي. جميل. بل بالعكس كان الاداء فيها. لما نيجي احلل الجون اللي دخل اللي هو الجون الاولاني، وهي دي غصب عنه لانها بتبقى محتاجه خبرات، والخبرات دي يعني ايه؟ يعني بتبقى موجوده مواقف متخزنه بتطلع في المباراه. هو كان واقف في التمركز ساعه ما الكوره اتعملت ككرة عالية وقبل ما يحط الهيدرز كان واقف في تمركز سليم. جميلة كابتن. صحيح. بدأ يتحرك لغاية خط الظهر لظهره لورا، فبقى في موقف تمركز غير صحيح، وبالتالي عمل محاولة الصد للكورة فدخلت الكورة جول. لو هو كان في التمركز الصحيح الأولاني كانت الكورة هتطلع بره، ولكن طبعا زي ما أنا قلت أداء العلامة الكاملة عدا الجون الاول. الجون الثاني لا يسال عنه خالص، خط الظهر هو اللي يسال عنه. فده بالنسبه للتحليل لاداء محمد. طيب بالنسبه للمباراه الثانيه يا كابتن، ومباراه اليونان وعواد. نعم يا فندم. المباراه الثانيه عواد يا كابتن. انا بس الاول لازم ادي حق الكابتن طارق سليمان، عشان انا اما يبقى يعني موجود محمد الشناوي بهذا المستوى، مش هنقول يعني في ثلاث اربع ايام، لا، لان ما ننساش ان محمد الشناوي كان طبعا فتره طويله جدا نص الموسم مش موجود ما بيلعبش. مظبوط مظبوط. فلازم اشيد بالكابتن طارق سليمان والدور اللي قدر يوصل محمد الشناوي بالصوره دي. لما نمسك محمد عواد اولا لعب في ظروف مش طبيعيه. الظروف المش طبيعيه ان التيم ما كانش القوام الاساسي بيلعب، ده واحد. اتنين، في مجموعة لاعبين بتلعب لأول مرة مع بعض، فده طبعا. زائد ثلاثة، كان في ضغط عصبي كبير جدا على عواد، فهم نتيجة هيلعب عواد لا مش هيلعب. الميديا كانت دخلت في مشاكل مع حاجات فرعية خارجية، ده خلى في ضغط عصبي على عواد، عشان كده حتى عواد
المواقف اللي جات له اتعامل معاها. الجون طبعا غلطه بنسبه 100%، لان هو التمركز بتاعه كان غير سليم. الهدف اللي هو دخل فينا يعني كان التمركز بتاعه راح خطوتين قريب من العارضه القريبه. لو هو كان الخطوتين دول ورا كان قادر يتعامل مع الهدف. اديني تقييم لعواد في المباراه الثانيه يا كابتن بعد اذن حضرتك. لا انا ادي تقييم مع عواد ان هو بالظروف اللي انا بحكيها يعتبر بالهدف اللي دخل يعني جيد جدا، لان الضغوط العصبيه الرهيبه اللي كانت موجوده وان الفريق ما كانش موجود بالقوام الاساسي بيلعب. خلي بالك ان انا المفروض اما يبقى حارس مرمى بيلعب لاول مره مع منتخب المفروض المنتخب بيساعده في هذا الاداء، فانا عشان كده اكيد طبعا كله بيساعد بعض يا كابتن، كله بيساعد بعض من اول حراس المرمى حتى يعني راس حربه يعني اكيد. معلش اصل انا في الملعب لا انا بقول لك يا كابتن اكيد لازم الفريق كتيم وورك كله لازم كله يساعد بعض من اول حراسه المرمى لغايه الفروت كله يعني بيشتغل جزء دفاعي وجزء هجومي كله بيساعد بعض. هو طبعا يا كابتن انا 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 بحكي لحضرتك ان طبعا انت عارف ان حارس المرمى هو جزء من التيم اللي بيلعب. صحيح يا كابتن صحيح. بيدي الثقه منه وبيدي له الثقه وبياخد. طيب هسألك سؤال يا كابتن، هسألك سؤال وانت لو عايز تحس بكلامي. لو محمد عواد لعب الماتش الثاني ومحمد الشناوي لعب المباراه الاولى. طيب هسألك سؤال، هو ما كانش من الغريب ان عصام الحضري ما يشتركش في المباراتين دول؟ طب بس يعني يا ريت كابتن فكري. الو كابتن فكري سامعني كده؟ طيب يعني قبل ما كابتن فكري يرجع لنا تاني، زي ما بقول لكم كده ان حته حراسه المرمى كلام كتير هيبقى عليها، خصوصا ان عصام الحضري يمكن الحارس الاساسي لمنتخبنا في بطوله افريقيا لم يشترك في هذه او هاتان المباراتين، فبالتالي الامور بالنسبه له ممكن التجارب اللي جايه يبقى موجود عصام الحضري. وزي ما بقول